صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ولد المشرف في ربيع الأول ولد المشرف في ربيع الأول الكون يرقص والكواكب تنجلي الكون يرقص شاهدته ملائك وإلى السماء غدا يلوح لشاهدي عند الولادة فاح طيب طيب بالمسك والكافور والورد الندي مع بنت عمران وآسية أتت لولادة المختار أكرم مولد يا رفيق
احفظوها لعل فيه الفتح. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. هو دعوة إبراهيم ونبوءة موسى وترنيمة داود وبشارة عيسى، صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد رسول الله. أيام عطرة وذكرى طيبة، ذكرى ميلاد أشرف الخلق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، اللي بنتعلم منه كل الأخلاق الحميدة الطيبة، الرحمة للعالمين. كل ذكرى طيبة لميلاد الرسول الكريم بيكون فيه ابتهالات وأناشيد تطرب الأذان ومن قبلها القلب، نحب نسمعها ونرددها. فالنهاردة تحديداً وفي حلقة خاصة جداً من الستات ما عرفوش يكذبوا، بنحتفل مع كل حضراتكم بذكرى ميلاد الرسول عليه الصلاة والسلام، ونقول يا دي النور يا دي النور مع فرقة نور النبي للإنشاد الديني اللي مجهزة لنا النهاردة مجموعة من أجمل الابتهالات والأناشيد، يعني هنطرب بها قلوب حضراتكم. ومنورنا في الاستوديو فرقة نور النبي للإنشاد الديني بقيادة المنشد الأستاذ عبد الله بكير، وأهلا وسهلا يا دي النور. أهلا بحضرتك. طبعا برحب بقى بزميلاتي في حلقه يعني استثنائيه في كل شيء. اكيد طبعا برحب بكل الموجودين، وكل سنه وانتم طيبين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد خير خلق الله. مرحبا بيكم ومنورنا. كل سنه حضرتك طيبه. يوم خاص جدا اكيد، ومبسوطين قوي ان انتم معانا النهارده. يوم الانوار كلها وشهر ربيع الانوار. طبعا احنا عايزين نسمع كتير. هنسأل ولا نسمع؟ إيه لا نسمع الأول وبعدين نسأل. إيه يلا بينا. طيب إيه طبعا. بس احنا هنقول مع بعض ها؟ ده أنا معاكم إن شاء الله بأمر الله إن شاء ربنا. كل سنة وأنتم طيبين. Oh,
النبي لاجل النبي لاجل النبي بالقعدة حلوة والنبي عند النبي. الله 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 عليك اطيب صلاة وسلام يا سيدي وحبيبي ورسول الله. ايه الحلاوة دي؟ طب انتوا خدتونا في حتة ان احنا لا قادرين لا نتكلم ولا نسأل ولا حاجة خالص. والله ولا حاجة. بس يعني ده ما يمنعش ان ندي كده يعني فكره نبذه للناس. انا جه في بالي واحنا بنسمع الكلام الجميل ده اللي من القلب والتناغم الشديد رغم ان عددكم كبير. انا عايز اعرف ده مش كاملين النهارده كمان ما شاء الله. اتجمعتوا امتى وعددكم قد ايه وامتى بداتوا الانشاد وايه اللي بيخليكم مختلفين عن غيركم؟ انا مش هتكلم في النقطه الاخيره اختلاف عن الغير. ما يعني انا بحس ان اختلاف الغير ده يعني ايه البصمه ميزة البصمه اللي عندكم لكل واحد. البصمه اللي عندكم اللي انتوا حريصين عليها دايما ادب الطريق ده. طيب بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه واله وسلم. كل عام وانتم بخير. احنا في احلى مناسبه ممكن تمر على الاكوان، الاحتفال بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فضل الله علينا ان احنا يعني اتجمعنا كفرقه وبقينا في فرقه نور النبي. نور النبي دي فرقه انشئت في اواخر 2017 وكان الفضل والشرف والكرم ان مولانا دكتور علي جمعه مفتي الديار هو من تبنى الفكره. العدد ما شاء الله دي احنا عددنا يعني ممكن في 2 مرشدين كمان تاني بس هم ظروفهم كده في الجيش. طب وبتستعدوا لاي مناسبه دينيه ازاي؟ تدريبات ازاي بتكون؟ بتختاروا الاناشيد؟ والله هو بالنسبه للتدريبات هي البروفات مستمره اسبوعيه. الاناشيد احنا عندنا منهجيه شويه في اختيار الانشاد، يعني بفضل الله احنا في حاجات خاصه بينا من الحان تراثيه ومن افكار. يعني احنا عندنا مثلا قصيده للسيده مريم وانشدناها بفضل الله في دير سانت كاترين. وعندنا قصيده لسيدنا حمزه. وعندنا الحان كتير جدا، سلبت ليلى صفه لي جميله اللي مدحك ديني. في مجموعه اعمال الحمد لله يعني عملناها. وكمان يعني في الفتره المؤخره كده احنا يعني كل الشكر للسيده السفيره دكتور نبيله مكرم ان احنا اشتركنا معاها في ترتيل بعض الاناشيد اللي هي يعني تمس الابتهال الى الله يعني. وده كان فضل من ربنا ان احنا في النهايه منهجنا منهج الحب، منهج جمع الخلائق تحت رايه واحده، وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. الله ينور عليك. طيب هو طبعا انا عندي اسئله بس هكتفي ان ايمان كان عندها سؤال جميل ومها سالت سؤال جميل وانا هفوت سؤالي المره دي وعايزه اسمع بعد اذنك بقى يا استاذ عبد الله. طيب احنا هنسمع ان شاء الله قصيده اصفه لي يا من رايت الحب ليلى. هي تاليف مولانا الشيخ جاد ابو غاي وهو من علماء الصعيد وله باع في تأليف القصائد وله ديوان كبير في مدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإحنا بفضل الله خدنا بعض يعني القصائد بعد استئذان حضرته كده واشتغلنا عليها، فيعني عملنا ليها ألحان وأنشدناها بشكل خاص بينا يعني. نسمع صفه ليا من رأيت الحب ليلى.
تجاه روض محمد ناديته يا منتهى الآمال أنا قاصد أنا وافد أنا وارد أنا من ذنوب أنا خاطئ ومخلط ووسيلتي أني وفدت على الجناب العالي أنا خاطئ ومخلط ووسيلتي أني وفدت على الجناب العالي لما رأيت النازلين بروضه قد أزمعوا بالسير والدرحال طال اشتياقي نحوه وصبابتي وخرجت فيهم ساحبا أذيان صفه لي يا من رأيت الحب ليلا من عيني تشتهي ذاك الجمال صفه لي يا من رأيت الحب ليلا من عيني تشتهي ابتسامتي دلالة
مليحا حسنه فاق الخيال صف به عنقا منيرا كوكبيا صف جميلا نوره في الكون لا صف لي يا من رأيت أبصرت عيناك طلعة مصطفى أدركت الوصال قل لي بربك كيف قل لي بربك كيف قل لي بربك كيف كيف أدركت تحدثت بجلالها الأيام ذكرى تحن لها القلوب وتنحني وتتيه في ذكرى مولد المختار جاءت إلى الدنيا فرحا وعمت الأرض
أجمل منك لم تر قط عيني، وأطيب منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. Peace.
العظمة دي ما شاء الله، يعني كمديح سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وأهل بيت سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. أنا بس عندي تعليق كده، يعني إيه من شدة أدب أفراد فرقة نور النبي بيخلعوا الحذاء لمجرد إن هم هيمدحوا في حضرة سيدنا النبي، فكان لازم أعلق بصراحة على الأدب الجميل والشديد ده، وده الطبيعي وده الصح. ونروح لفاصل ونرجع لكم تاني، خليكم معانا. ومرة تانية رجعنا لكل حضراتكم في الحلقة الاستثنائية بتاعت النهاردة، حلقة يعني مفيش أجمل ولا أكتر من أنوار إن احنا نحتفل بالمولد النبوي الشريف عن طريق المديح والإنشاد مع فرقة نور النبي ومنورنا. بنورك، ربنا يخليك. عندكم أسئلة صح؟ بس عايزين نسمع برضو. كلنا احنا كلنا عندنا أسئلة. وفي أسئلة بس مش هتتسأل، مش كده؟ طب أنا عندي سؤال، مش كل الجمهور عارف ان حضراتكم الموضوع، طبعا عيب ان انا اقول هو مش هوايه، دي محبه في الانشاد وفي المدح، بس كلكم عندكم حياه مختلفه ومهنه ووظايف في مجالات مختلفه، هندسه وقطاع المالي و ايه اللي خلاكم ترتبطوا لحد ما تكونوا النهارده ما شاء الله واحد من يعني واحده من الفرق المتصدره في مصر، الفرق المصريه في الانشاد والمديح، رغم ان عندكم حياه وانشغالات ومهن ووظايف؟ يعني لو قسناها بمقاييس البشر ما عنديش سبب، ما عنديش حاجه غير ان ده كرم من ربنا بس، يعني يعني فضل من ربنا علينا فعلا. انا احيانا لما بقعد مع نفسي اتخيل يعني حياتي ماشيه ازاي ما بين شغلي ما بين الفرقه ما بين البروفات، لو بالمنطق يعني هي ما تنفعش ما تمشيش يعني لو بالحسابات كده وبالوقت بنور النبي، بس هي ماشيه كده بنور النبي صلى الله عليه وسلم فعلا يعني. فهي الحمد لله، يعني احنا برضو ايه اللي جمعنا برضو مش عارف. التجميع ربنا دي التجميع دي رزق وربنا رزقكم. وبعدين هو حصل برضو تغيير كتير في تطور في حياة الفرقة من ساعة ما بدأت، ناس جات وناس مشيت على يدي طبعا خير شاهد يعني، لكن الحمد لله ان انت في النهاية تستقري برضو على الجيل اللي يسند معاكي ويبقى شايل المسؤولية وحاسس بيها، دي اهم حاجة في النهاية. يا بختكم، فنرجع نقول ده فضل ربنا. طيبة يلا. يا جمال النبي واه يا جمال، يا جمال النبي واه يا جمال، دي مفضلة عندك. طب طب الحمد لله. حبيبي سيدنا النبي، حبيبي سيدنا النبي أصل الجمال، هو الجمال كله.
والنجم لما ظهر والنجم لما ظهر كان نور من ظله يا جمال النبي يا حنان النبي يا جمال النبي يا حنان النبي والله العظيم يا ناس ما لينا غير النبي يا جمال النبي يا حنان النبي يا جمال النبي يا حنان النبي والله العظيم يا ناس ما لينا منك لم تر قط عين يا جمال وأحسن منك لم تلد النساء يا جمال وأجمل منك لم تر قط عين يا جمال وأحسن منك لم تلد النساء يا جمال خلقت مبرأ من كل عيب يا جمال كأنك قد خلقت كما تشاء يا جمال من نور تلاشى يا جمال لا 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 يقع الذباب عليه حاشا يا جمال ظلام الكفر من نور تلاشى يا جمال طاحوك السن شيمته البشاشة يا جمال وأغلب ضحكي حضرته ابتسامة يا جمال يا جمال يا جمال
صاحب القدر العلي نظرة مدى نظرة مدى أسد إذا اشتد الوغى حمزة حرب على من قد طغى حمزة أسد إذا اشتد الوغى حمزة حرب يكفيه ذا القدر كفى نظرة ومدد نظرة ومدد يا حمزة يا عم النبي يا صاحب السر الجلي يا صاحب القدر العلي نظرة ومدد نظرة ومدد أحد تزلزل كله حمزة لما لما تجلى ظله حمزة أسد الإله فمن له نظرة ومدد نظرة ومدد يا حمزة يا عم النبي يا صاحب السر الجلي يا صاحب القدر العلي نظرة ومدد نظرة ومدد أقوى حمزة أعلى الفوارس راية حمزة أقوى الفوارس ضربة حمزة أعلى الفوارس راية حمزة ربي حباه عزيمة نظرة ومدد نظرة ومدد يا حمزة يا عم النبي يا صاحب السر الجلي يا صاحب وانا عايزه اقول حاجه يعني احنا في القران الكريم سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام قالها مباشره سالنا الموده في القربة نعم وانتم بصراحه دلعتونا يعني او ابهجتونا ستنا زينب وسيدنا حمزه نعم فده احنا طمعانين بقى في بقيه آل البيت على فكره وقتكم يسمح احنا ما عندناش مشاكل لا احنا ممكن نفتح اليوم كله احنا بس انا عندي سؤال انا طبعا حابه جدا اسمع وعندي اسئله كتير انت عارف طبعا بس مش هنسال هو عنده بس انا هسال هو انا عارف بس الجمهور لغايه دلوقتي مش عارف ايه الاسئله بس انا بتصور انه الانشاد اكيد طبعا ان هو في المناسبات الدينيه وفي رمضان وفي مولد النبي وفي المناسبات الجميله دي واعتقد في كل مره بتجودوا اكتر وبتضيفوا حاجات لكن هل في مناسبات معينه تانية زي مثلا الزواج او الزفاف او مثلا المولود او حاجات زي كده بتنشدوا فيها او ناس تبقى حابه تسمع ده طبعا وايه اغرب مناسبه غنيتوا فيها انشاد افتكر اغرب مناسبه ده كله ضحك ده في فعلا مناسبه كلكم فاكرينها واضح انها مناسبات واضح في مناسبات كتير لا هو لما احيانا بتبقي عايزه تعملي حفل ايوه واللي قدامك من جمهور او نوعيه الجمهور اللي هتحضر هي مش متعوده على الانشاد او مش جمهور انشاد فده بيبقى فيه تحدي كبير قوي انت ازاي هتبسطي الناس دي بتحلها ازاي هتدخلي البهجه بقى عند الناس دي هو حلها يعني داخل في المنهجيه بتاعتنا ان احنا في النهايه بناخد التراث وبناخد القصائد التراثيه نحولها لشكل عصري بحيث ان احنا نخلي الاطفال في البيوت تغنيها زي ما انت حضرتك سمعتي كده حاجه جميله حاجه اي حد ممكن يرددها في موسيقى جميله في ناس عازفين ما شاء الله الله اكبر يعني حاجه محترمه بنحييهم فده بيخلي العمل الفني اقرب للغه العصر فبيوصل اكتر بيبقى الانشاد بيستوعبوه اكتر بالظبط بالظبط شكل الستايل الفرقه نفسه بالالات اللي فيها
شكل مقبول عند الجمهور اللي هو مش جمهور إنشاد. فهو من أول نظرة كده هو بيأكسبت الشكل ده. يعني هو خلاص أنا ماشي مقبول إن أنا أبدأ أسمع. فأنت دورك بقى أنك أنت تسمعه الحاجة الحلوة أو تنقله الحاجة اللي بتتكلم عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، عن آل البيت وعن ربنا للغة العصر بتاعه، فتاخد قلبه خلاص بقى يعني ويخش بقى. سواء مفيش حد ممكن يعني اكيد في كتير مش متعودين على الانشاد طب. بس اكيد يعني برضو لما بيسمعوكم من اول مره انا بؤكد لك ده بتدخلوا القلب على طول. الحمد لله. لان كمان في الموسيقى شكل حديث بالظبط، فانتوا عارفين تعملوا التوازن ده. ايه بقى الحفلات الجايه اللي ناويين تحضروا لها او بتحضروا لايه الفتره الجايه؟ هو ان شاء الله هيبقى في المناسبه الاكبر بقى اللي هي جايه ان شاء الله في شهر 11 ان شاء الله. هتبقى يوم هي المفترض انها تكون يوم 8/11 بس احنا اخترنا هو 8/11 جاي يوم 4. احنا اخترنا ان احنا نخليها يوم جمعه. احنا بنحاول دايما نخلي الحفلات في الويك اند عشان برضو الناس تقدر تحضر او يعني اكبر قدر من الجمهور يحضر. ودي بمناسبة عيد ميلاد فرقة نور النبي. الله وعيد ميلادي على فكرة 8/11 برضه نفس ال... قول كده بقى قول كده. هو يعني لا أنا مش بقبل الهدايا. اعتبرها وصلت يا عبد الله. طب أنا عايز أسأل سؤال، أنتوا ما شاء الله من أسباب يعني دخولكم القلوب بسهولة بعد طبعا محبة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وآل البيت انكم بتجمعوا كل الالوان، يعني القديم والشيخ الكحلاوي وماشي بنور الله صحيح. وفي نفس الوقت الاندلسي والمغربي صحيح. طبعا اهل المغرب العربي بنحييهم من الرائعين طبعا. في الانشاد. فانا عايز اسمع واسمع الناس برضو، انتوا قلتوا لنا نبذه كده من الالوان الاندلسيه بس عاوزين ناكد عليها. طيب احنا هنبدا لكم بحاجه حلوه كده الناس كلها بتحبها. الله. وهي يا رسول الله اجرنا. الله. الغوث رسول الله. الله. قصيدة دي لازم تتقال في أي مجلس لأن هي يعني من القصائد المحببة لجمهور الإنشاد أو لغير جمهور الإنشاد. طيب هو طبعا دايما الوقت الجميل اللي كله أنوار برضو لازم هيجي عليه وقته ويخلص. طبعا احنا بنشكركم وبنحييكم على وجودكم معنا وكل سنة وكل حضراتكم وكل جمهورنا أصحاب السعادة بخير وصحة وسعادة بمناسبة المولد النبوي الشريف. صلى الله. نورتونا. النور ليكم وكل سنة وحضراتكم طيبين وإن شاء الله دايما متجمعين في حب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. يا رسول الله